معانا النهارده موهبه تونسيه مميزه جدا، هتخلي الحلقه كلها بهجه وسعاده. معانا فنانه متعدده المواهب، بتغني باكتر من 6 لغات وبتلحن وبتمثل كمان. بدات الغنى في فرق محليه في تونس لحد ما وصلت صوتها للعالم العربي كله. معانا النهارده الفنانه الجميله اماني مرياحي. اهلا وسهلا بيك يا اماني، منوراني في استوديو انتي ومنوره مصر كلها الحقيقه. والله منوره بناسها الحلوين المزيانين، احنا نقول بالتونسي مزيانين يعني حلوين طبعا. فوالله بنوركم منورين. انتوا المزيانين جدا جدا. انا عايزه اعرف، انت بقالك اسبوعين هنا في مصر منورانا، احكي لي على اكتر حاجه حبيتيها، اكتر حاجه لفتت نظرك في مصر، وهل دي كانت اول زياره ليكي لمصر ولا زرتي مصر قبل كده؟ هذه كانت اول زياره ليا في مصر. جيت علشان اعمل اختتام مهرجان موسيقي نسوي بيقدم اعمال فنانات من العالم اجمع. كانوا في مشاركه من ايطاليا ومن اكثر من بلد اجنبي وعربي. وكنت امثل في تونس في حفل الاختتام. واحسن حاجه حسيتها في مصر هي الطيبه. يعني بيبان قوي على الناس انهم طيبين. طب انت كان ايه انطباعك عن الجمهور المصري في اول حفله ليكي هنا في مصر لما عملتي الحفله خلاص صح؟ خلاص. كان انطباعك كان ايه عن الجمهور، والجمهور كمان كان تفاعله معاكي ازاي، انطباعه عليكي ايه؟ الحاجه اللي كانت جديده عليا كمغنيه او ممثله العطاء. يعني الجمهور كنت في اريحيه تامه، حتى لما طلعت على المسرح كنت حاسه بالاريحيه، وده مش بنحس يعني ده مش بنحسه دايما. فدي اكتر حاجه كانت مبهره في العرض، انه في اريحيه، الناس بتديكي طاقه وبتاخد منك طاقه وبيحصل تواصل كبير، فده كرم وطيبه. فده اكتر حاجه شفتها في الشوارع، يعني شفتها في العرض، ولما طلعت للشوارع شفتها كمان في الشارع المصري. اكلتي ملوخيه مصري؟ ايوه. وكشري؟ كل حاجه. المحشي؟ كل حاجه. الحمام؟ طب اكلتي حمام ولا؟ أيوة. لا انا كل الحاجات اللي سالتها قبل كده كانت فيجيتيريان، بسال برضو الحمام معانا ولا لا. انا بوظت كل الريجيم خلاص، كله باظ. حقيقي منوره، واحنا مبسوطين بيكي جدا وبنحب قوي تونس واهل تونس، لان تونس كمان من البلاد الجميله جدا جدا، البلاد اللي بتحب قوي الفن، كل اشكال الفن وانواعه، خاصه الطرب. واصوات التونسيه في مصر كمان مميزه جدا جدا جدا، نحبها قوي قوي، زي مثلا الجميل صابر الرباعي، عليا التونسيه، وكتير من الاسماء انا مش حابه يعني انسى حد، بس طبعا كل تحيه وكل الحب. ذكرى محمد لطيفه العارفه، لطيفه كل طبعا الأسماء طبعا، ولطفي بوشناق طبعا. بصي اسامي كتيره كبيره عظيمه منوره في الفن العربي كله. فاحنا لو قعدنا نفتكر الحقيقه يعني الاسامي مش هنخلص الحلقه. فخليني اتكلم عن تونس واهتمام تونس بالفن وحبها كمان لكل انواع الفنون، واهتمامكم كمان بالفن المصري كمطربين كمان. قولي لي هو الاجواء بتبقى عامله ازاي؟ هو حقيقه هقول لك حاجه ممكن تبان لك مدهشه شويه، بس احنا في تونس يعني في كل مقهى شعبي هتلاقي أم كلثوم كل يوم. ما شاء الله. يعني وجود أم كلثوم أو القامات الكبيرة في الموسيقية المصرية ما بيغبش على المقاهي التونسية زي ما في المقاهي المصرية وممكن أكتر. فإحنا متربيين، أظن أنه العالم العربي كله متأثر بشكل كبير بالموسيقى المصرية، وكمان احنا في فنانين كانوا بيشعوا على العالم العربي، مثلا الهادي جويني، ليموني اللي غاروا مني، يعني وغيره من الاسماء اللامعه التونسيه اللي الاغاني نتاعها انتشرت في العالم العربي. فهو العلاقه المصريه التونسيه
مميزة لأنه الشعبين يحبوا يسمعوا، عاوزين يسمعوا من بعض. صح. هما بيتشاركوا الفن، بيتبادلوا الفنون والثقافات الفنية مع عندنا بعض. يعني قيمة العطاء موجودة في الشعبين. ده حقيقي، ده فعلا. حقيقي، وفي ما بيننا تشابه كبير جدا جدا، وبنحب بعض. يعني أنا بنحب بعض، كنت لسه أقول لك الحقيقة، الشعبين بيحبوا بعض جدا. أيوة. جدا. أنا هنا حاسة نفسي في بلدي، مع إنها زيارة قصيرة، ولما بيكون عندنا ناس مصريين بنحبهم جامد في الشوارع التونسية. أعرف ده طبعا، أعرف فده ده طبعا. الحمد لله، يعني نعمة من شعب عند جميل وطيب وبيحب الفن وبيحب المصريين ومضياف جدا جدا. فالحقيقة كل التحية للشعب التونسي. وبما أننا بنتكلم عن الشعب التونسي والفن التونسي وجبنا سيرة فنانين عظماء كتير، تحبي تختاري لنا مين تسمعينا بقى صوتك أو الأغنية؟ أوكي، احنا حكينا على لطفي بوشناق وحكينا على الهادي جويني، نغنوا ليمون اللي غاروا مني. ماشي، يلا بينا. بما انه يحبوها كتير ناس في انا في بحبها في جدا. انا طبعا محبوبه جدا جدا، ومن الاغاني المشهوره جدا الفنان العظيم لطفي بوشناق طبعا. اكيد. يلا نقول ليمون اللي غاروا مني. يلا بينا. ليمون اللي غاروا مني، قالوا لي وش عجبك فيها؟ ليمون اللي غاروا مني، غاروا مني، قالوا لي وش عجبك فيها؟ جاوبت اللي جهله فني، خوض عيني شوفوا بيها، انا في عينيها ادم وفي عيني حواء، انا في عيني ادم وهي في عيني حواء، قالوا لي علاش تعشق خادم، قلت لهم يزي ومدوا صمرم بعليها العالم والعالم كله شاريها. الله يا اماني، ايه الجمال ده، حلو قوي قوي. صوتك خطير خطير، و معرفش صوتك بيطلع لفوق، بيطلع للسما كده، يعني في خفه وهدوء وبيوصل للقلب بسرعه جدا جدا الحقيقه. بجد مش ممكن، مش عارفه اقول لك ايه، حلوه قوي قوي. نيجي بقى لموهبتك. موهبتك اكتشفتيها ازاي؟ بداتي ازاي موضوع الغنى؟ عملتي ايه الموهبه الرائعه دي؟ زي كل الناس اللي ابتدوا يغنوا، كنا بنقعد قدام المرايه في البيت ونمسك الفوشه وبنغني بقى ونتخيل نفسنا زي المطربات الكبار واللي بنشوفهم في التلفزيون واللي بنتاثر فيهم، ومنهم طبعا المطربات المصريات او التونسيات او غيرهم، يعني العالم العربي كله. فهي ابتدت من الاوضه وبنت صغيره بتمسك الفرشه وبتغني. كنت متأثرة جدا ببابا لأنه هو صوته حلو وبيغني تراث شعبي كمان جميل، هو بس بيغني لنا بس في البيت، فهو بيغني تراث شعبي بالغنى. ايوه، هو بيعيش بالغنى. فده في طفولتي أثر فيا جامد، وكنت بحب جدا أسمعه بيغني. فلما كبرت ده ما انفصلش عني كإنسانة، حتى في شغلي أو في دراستي أو في كل الحاجات، وفضل حب المزيكا موجود جوه. لحد ما كان في صديق مقرب جدا، أصبح بعد كده مقرب جدا، هو نوعا ما خلينا أقول إنه هو اللي اكتشفني أو شجعني إنه أبدأ رحلة. كان اسمه ياسر جرادي، هو من الناس اللي قادوا الموسيقى البديلة في تونس. وهو متوفي من شهر، رحمة الله الله يرحمه، كان فنان كبير جدا. فهو كانت يوم صديقتي بتوشي بتقوله دي بتعرف تغني، اقنعها بليز. فكان بيحاول يطمئني ويقول لي يلا اماني غني لي. فغنيت يوم فرح، هو عنده حفله، هو فنان معروف جدا في تونس، فعنده حفله، فقال لي اماني عندك ايه اليوم الفلاني؟ قلت له لا ما عنديش حاجه، انا هشتغل وما عنديش حاجه. قال لي يلا انا هتطلعي تغني.
فانا ترعبت، ايه هطلع اغني يعني مش شايفه ولا مره فجاه كده، انا كنت بغني قدام المرايه مفيش حاجه خالص كده فجاه، كمان مفيش حتى خطه فجأة ان انت تغني اساسا قدام الناس اصلا. فطلعت غنيت معاه، كنت مرعوبه جدا، كل مرعوبه يعني. فاكره غنيتي ايه اول اغنيه؟ غنيت أغنية تونسية، غنيت أغنيته هو معاه، وغنيت أغنية تونسية تراثية. فلما خرجنا من العرض قال لي شفتي إنه ممكن تعيشي حقيقتك قدام الناس ومش هتخافي منهم هيحبوكي. فمن وقتها ابتدت الرحلة، وابتديت أطلع الحاجات اللي كنت بكتبهم ومش بفكر إنه هغنيهم في يوم للناس، والحاجات اللي ملحناهم، وانطلقت الرحلة. أحلى رحلة الحقيقة، وبجد ألف رحمة ونور على صديقك ياسر جرادي الله يرحمه ويحسن إليه، إنه كمان قبل ما يمشي، وأعتقد إنه ماشي كده بسرعة، أنا معرفش العمر الحقيقة بس أعتقد إنه كده ماشي بسرعة يعني، قبل ما يمشي ساب لنا هدية جميلة. هو ساب هدايا كثيرة أكيد، يعني هو أكيد. كان بيشجع كل الناس اللي عاوزين يعملوا مزيكا في تونس، عشان كده فعلا من البلاتو ده عاوزه اترحم على روحه الجميله. الف رحمه ونور عليه. طيب احنا هنكمل وهنكمل نسمع مشوارك وصلنا لايه بعد كده، ولكن عايزين نسمع حاجه. وشايفه انا بتناديني تاني ليه في القايمه، وحاسه انها هتبقى من صوتك رهيبه مختلفه كده وحلوه قوي. انا بحبها جدا الاغنيه. طب يلا سامعها، يلا نغني بتناديني تاني. يلا بتناديني تاني ليه، بتناديني تاني ليه، انت عاوزه مني ايه، بتناديني تاني ليه، انت عاوزه مني ايه، ما انت خلاص حبيت غيري، ما انت خلاص حبيت غيري، روحي للي حبتي شيخة، روحي للي حبتي، يا سلام عليك يا سلام، خلتني ما عرفش انام، يا سلام عليك يا سلام، خلتني ما عرفش انام، مشيتيني ورا الايام وبهدلتيني ورا الايام، روحي للي حبتي، روحي للي حبتي. الله الله يا اماني، حلوه جدا جدا. من بعد بقى ما خدتي الثقه وشفتي الجمهور وهو بيستقبلك اول مره على المسرح، وكانت مفاجاه اساسا، خدتي بعد كده خطواتك بقى للاحتراف ازاي؟ عملتي ايه؟ اتجهتي لايه؟ في الاول كنت بعمل كنت يعني جزء من مجموعه بتعمل اغنيه بديله اسمها مجموعه جاد للاغنيه البديله، وكانت تجربه مهمه جدا في الطريق ده. وبعد كده قلت انا ليه ما اجربش الحاجات اللي انا كنت بكتبها، كنت حكيتك من شويه، واللي انا ملحناها. فرحت قلت انا بقى اعمل تيست لنفسي اشوف لو هظبط في الكتابه والناس هو فعلا هيعجبهم ده ولا لا، لانه انا مش مسمعاهم للحد يعني. فرحت مهرجان اسمه تونس الركح الحر، كان بيقدم اغاني اوريجينال لناس بيعملوا مزيكا. فقدمت باغنيه اسمها كيما الريح، اللي هي كانت بعد كده بقت اسم الالبوم الاول. كيما الريح هي زي الريح. فقدمت بالاغنيه ولقيت نفسي رايحه على الفينال، على يعني في حفله الاختتام. والناس بيطلبوا بعد العرض انه يسمعوها بقى، نسجلها ويسمعوها. فمن هنا فهمت انه ايوه انا لازم اعمل ستيب لبعد كده واسجل الاغنيه عشان الناس عاوزه تسمعها. وكنت بجرب كل مره من اغنيه لاغنيه، بحاول اتعلم كل مره من تجربه لتجربه تانية. وده كان بيفيدني قوي في التوزيع او في
في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاغنيه نفسها، في اللحن او في الكلمات. وهي مره عن مره كنت بغير حاجات لحد ما اكتمل الالبوم الاول، وشاركت فيه في ايام قرطاج الموسيقيه السنه اللي فاتت يعني. انا عارفه ان انت محضره برضو اغاني من الاغاني اللي معانا ليكي، الشغل بتاعك انت برضو زي بما اننا جبنا يعني سيره كيما الريح، وكيما الريح زي ما انت قلتي يعني زي الريح، زي الريح احنا عندنا زي الهوا عبد الحليم، ففي كيما الريح ده انتقاء ذكي جدا. لا وانا متاكده ان اكيد الاغنيه برضو كمان جميله جدا جدا يعني، بس برضو عايز اسمع بقى حاجه من اعمالك انت، لو تسمعينا حاجه من حاجاتك. ممكن اغني علشان بابا بيحبها، كنت فاكره انه هغني نور الشمس في عيونك، بس والله بابا بيحب جدا كيما الريح، فانا ههديها له. طب هنسمع كيما الريح، يلا بينا. كل عصفور هو صغير يحلم وقت شي يطير، ونطاري خاف الريح ليولي جريح، ينسى يجنح لبعيد كيما الطفلة اللي جتنا على غفلة بسواد وريحة عنبر الليل، غنات لحن جميل خزرت لقبلة خلتني ومشات على غفلة كيما الريح، لا دار ولا قفاص لا يوفى في ولا لا ينقص، هكا حبك معايا معايا عاش كيما الريح. الله بجد الله على سلاسة صوتك، الكلام الحلو جدا، الميلودي اللحن الحلو قوي قوي الهادي ده. انا هحاول افسر للناس شويه معنى الاغنيه. اوكي. هو بيقول زي العصفور لما بيكون صغير يحلم بيكون بيحلم باليوم اللي هو هيطير فيه، بس اول ما يكون قادر يطير هيعرف حاجه جديده اللي هي الخوف، والخوف هو اللي بيمنعك من الطيران. بعد كده بيقول كيما الريح، يعني زي الريح لا ممكن نحبسها لا في بيت ولا في قفص، حبك معايا عاش زي الريح. يعني هو الله. حب لا مشروط بقى. انا قلت لك الكلام حلو جدا جدا، بس حقيقه انا بشكرك برضو كمان على توضيح الكلام اكتر واكتر، عشان لو في حد بيسمعنا او حاجه في حاجه كده او كده ما وقعت منه يعني. خليني برضو اسمع منك معلش بقى نور الشمس، عشان ما ينفعش نزعل البابا حقيقه معلش يعني. انت عايزه تشربي؟ اوكي. حابه تشربي ميه؟ لا انا لحد دلوقتي تمام. تمام يلا اوكي خلاص. أنا الماضي تخليت كعشقت وحبيت، أنا للدنيا جيت، عن الماضي تخليت كعشقت وحبيت، أنا للدنيا جيت نور الشمس في عيونك تيرارارارارا، والروح ضايع من دونك ترارا، حلوة جدا جدا.
عاوزه اقول للناس يعيشك بالتونسي يعني شكرا. بس الناس برضه يعيشك لازم نعرف نعرف اكتر، علشان كل يعني شويه هقول لك يعيشك يعيشك. انا بختم اقول لك يعيشك برضه ان شاء الله يا رب افتكر. قولي لي بقى، مين اكتر صوت بتحبي تسمعيه سواء زمان او دلوقتي، من تونس من مصر يعني؟ قولي لي كده. وكمان انا عايزه احييكي على لهجتك المصريه كمان، موجوده معانا وحاضره بقوه، ولازم اعرف هي جايه من ايه بالظبط، هل من الاغاني ولا من الافلام ولا من ايه بالظبط؟ هو من الافلام، من الاغاني، من المسرحيات، من كل حاجه، من كل حاجة بقى بنشوفها في التلفزيون أو بنسمعها في الراديو. هو الثقافة من أهم الأسلحة اللي بتخلي شعب يحافظ على انتشاره، انتشار الثقافة متاعه، يعني المزيكا والمسرح والسينما. أظن إنه مصر من أكثر الشعوب العربية اللي راهنت على هذا على مدى التاريخ. فأكيد إنه هيكون في سهولة إنه نفهم اللهجة المصرية ونتعود إنه نحكيها، علشان بنشوفها دايماً. فمثلاً في الشارع المصري بلاقي كتير ناس بيقولوا برشا ويعطيك الصحة، يعني هم حافظين كلام تونسي. صحيح. ده كمان بنشكر عليه الفنانين التونسيين. مزبوط. اللي وصلوا يعني الفن التونسي من خلال الموسيقى أو الأعمال الفنية اللي بيعملوها. ما قلتليش المطربين اللي بتحبيهم. المطربين انا كلهم بسمع، كله 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 والله بسمع كله. طب لا بس مين اللي مأثر فيكي، او مين اللي حاسه انه يعني اكتر حد تحبي تسمعي له، انت اللي تجيبي الاغنيه وتشغليها؟ هو حاليا ام كلثوم. في الصغر كنت بسمع جدا ايهاب توفيق، الاستاذ ايهاب توفيق طبعا، وعمرو دياب يعني، واكيد شيرين الجميله جدا اللي بنحبها كلنا. ويعني احنا بنسمع فعليا بنسمع كل المغنيين المصريين، بس سيد درويش وشيخ امام وام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، دول ما بينتهوش. طبعا طبعا. يعني هذا في المصري، بس بسمع كمان من كل العالم العربي، بسمع الفولكلور العالم العربي تقريبا كله، يعني من المغرب. على وعي كبير قوي وعلى قدر كبير من الثقافه الحقيقي، واختياراتك باين قد ايه وعيك بالفن وباهميته. وكمان انت بتدققي بقى، يعني اكيد من كل حد انت بتسمعي له سواء مصري او من الوطن العربي او طبعا من تونس، اكيد انت بتخرجي بحاجه او بتستفيدي حاجه، بتخليها دايما كده نوتد عندك، بتبقى موجوده عندك في ملاحظاتك علشان تضيف لك انت. فده هو ده الفنان المثقف والواعي، واللي بيقدر ان هو يتقدم بخطوات ثابته ويحافظ على مكانته. فبصي انا لازم اسمع منك الحقيقه اغاني، بس هنسمع لو ينفع نسمع مصري، ينفع نسمع ميدلي بقى، تعمل لنا ميدلي عمرو دياب، ايهاب توفيق، شيرين، كل اللي حبيتيهم تمام اهو. انا مش هقول اكتر من كده، انا ما رضيتش ادخل معاكي بقى، ما رضيتش اخليكي تعملي ميدلي قديم كمان. لا خلينا الميدلي ده نعمله مره ثانيه. بس طيب. عارفه احنا نعمل، طب تسمعينا ايه؟ خليك فاكرني مثلا عمرو دياب. ايوه نختار اغنيه بحبها جدا اللي هي خليك فاكرني. ممكن نغنيها دلوقتي. انا والله بحب كل الاغاني، بس المره الجايه هنظبطها اكتر يعني. ماشي يلا بنقول خليك فاكرني. يلا بينا. خليك فاكرني يلي بجمالك وبعيونك دول أسرني، خليك فاكرني وإن حد قالك يوم بقلبي ابقى زورني، ده انت في عينيا كل اللي ليا، فرحة شبابي والدنيا دي، أول ما شفتك لمست قلبي
والحكاية حب نسيتني اللي روحه. جميلة، بس انت ضحكتي عليا عشان لسه في ما تغيبش عني، وخلي قلبك لو نسيني يجي لي تاني لما ممكن اكمل لك وانا الاغنية. هجي لك تاني والله. لا بعد من بعد الاغنية دي حضرتك هتغني اغاني اطول من كده شوية. اوكي خلاص اتفقنا. انا كنت فاكرة ان انت عاوزاني. لا لا لا، عايزة اسمع صوتك واستمتع بيه، وكل اللي بيسمعوني ويتفرجوا علينا يستمتعوا بصوتك باكبر قدر ممكن الحقيقة، لانه فعلا موهبة ما شاء الله غالية جدا وحقيقي من ذهب ما شاء الله. تعالي بقى، بقولك ايه، تعالي نشوف مشهد الاول من شغلك من باب الرزق. اوكي يلا بينا. يلا بينا. بصي ما شاء الله فنانة شاملة، فيكي أكتر من موهبة، كلهم بيتسارعوا عشان كلهم عايزين يطلعوا على السطح، من ضمنهم التمثيل. تجربة باب الرزق كانت عاملة ازاي؟ جاتلك ازاي الفكرة بتاعت انك اصلا تقدمي على التمثيل وانتي اصلا ما كنتيش عايزة تغني اللي هي موهبتك الأساسية؟ قوليلي جات ازاي وحضرتي نفسك للمسلسل ازاي؟ هو أول ما ابتديت أغني فهمت انه لازم اروح اعمل مسرح. قلت لا بقى انا اروح اتواجه جمهور. ايوه، علشان اعرف اكون مظبوطه على الركح واتواصل مع الناس، وده كله بيعلمهولك المسرح. فانا رحت مسرح بقى علشان ايه؟ علشان اعرف اغني كويس. فلقيت نفسي بمثل في المسرح، وبعد كده جاني اقتراح لفيلم قصير وخلصته، وكمان فيلم قصير ثاني، فعملت فيلمين قصيرين قبل ما تجيني البروبوزيسيون من عند المسلسل. الاقتراح يعني من عند المسلسل، هم طلبوني للكاستينج. انا رحت للكاستينج، يعني ما كانش انا كنت رايحة على كاستينج، وقرروا انه دي شخصية عائشة اللي هتكون في المسلسل. فهو الحقيقة ما سعيتش للخطوة دي، بس هي جت بتلقائية. استمتعتي بيها؟ قولي لي ايه اكتر حاجة حبيتيها وانت بتمثلي؟ مواقف حلوة، مواقف صعبة عدتيها وعرفتي تعديها، ولما عرفتي تعديها قولي لي عرفتي تعديها ازاي؟ لان اكيد في التمثيل حتى وانتوا بتصوروا لازم بيكون في حاجات صعبه شويه، مشهد تقيل شويه، حاجات زي كده. ايوه، هو كان في مشاهد تقيله، كان في ديكورات صعبه، وكان في يعني انا عدد المشاهد اللي عندي كتير، علشان هو دور بطوله، فالمشاهد كانت كتير، ولازم اكون حافظه كل يوم كل المشاهد اللي عندي. وانا مش عامله عمل درامي تلفزيوني قبل كده، والافلام بتكون اسهل في الشغل، يعني خاصه لو افلام قصيره، يعني بالظبط سكريبت مش كبير، ممكن اكيد ولا بسيطة حتى توصلي بيها الرساله. اجل التجربه في المسلسل كنت بتعلم كتير في فتره زمنيه اشهر معدوده، بس كنت بتعلم من الفنانين اللي كانوا سابقيني بالسنوات في التجربه، ونجوم كبار في تونس، زي اللي كان بابا في المسلسل، يعني الكبير كمال التواتي. فكنت بتعلم وبحاول احافظ على العزم للاخر. انت بتشتغلي في الميديا وعارفه ايه يعني كل يوم لازم تكون جاهز وانت وعاوز بقى جاهز تفصل، نفسيتك جاهزه وسعيد وقادر تأدي وتقدم وكل حاجه، ولازم تفصل ما بين انت والشخصيه طبعا. وبنصور يعني كانت الحاجه اللي كانت تقيله شويه على اول تجربه، انه يعني لازم تكون دلوقتي في حاله وبعد كده في حاله وحاله وحاله وحاله.
مع شخص مش عامل الاكزرسيس ده من قبل من قبل كده، انك تتمرني على ده، انك تفصلي او تنطي من هنا لهنا من حاله لحاله. بس الحمد لله لما تكون بس لما تكون عندك تجربه قبل العمل الدرامي ده بيساعدك جدا في انه تكون فاهم حاجات مش يعني مش مفيش ضبابية يعني انت فاهم بس عاوز تكمل للآخر. ده يعني الثبات هو اللي كان اكزرسيس صعب، بس اظن انه هي مرحلة كانت جميلة في انه الجمهور التونسي يتعرف على اماني الممثلة اكثر من اماني المغنية. وفي ناس بتعرفني في الشارع بس اماني الشخصيه بتاع المسلسل، وفي ناس بتعرف اماني المغني. فهذا كان حلو في الـ في الـ في الـ في الطريق علشان اكبر الـ القاعده بتاع الناس اللي بيسمعوا مزيكتي او قاعده الجمهور. اكيد حبيتي ايه اكتر او ناويه تكملي في ايه اكتر؟ يعني تركزي على ايه اكتر، تمثيل ولا غنى ولا تلحين ولا كتابه ولا ايه؟ بس اوعي إيه الغنى، بصي لو سمعها زعل قوي. لا هو الغنى هو الـ يعني الحب اللي ما بينتهيش زي الهوى، يعني ما مش هقدر اعيش زي الهوى اللي بتنفسه، مش هقدر اعيش بدون غنى طبعا. بس التمثيل هو هيكون موجود في كل حاجه. يعني انت لما بتطلع بتغني اغنيه انت بتدي من الكاركتر بتاع الاغنيه، بتدي من نفسك او من تجربتك او من حاجات حصلت في حياتك. فعلشان اللي قدامك يكون مقتنع باللي انت بتعمله، انت مش بالمعنى السلبي بتمثل، بس عارف تتواصل مع الجمهور. في ناس بتكتسب ده بالوقت وبالخبره وبعدد العروض، وفي ناس بيساعدها المسرح ولا التمثيل على انه تقدم شخصيات او حاجات على المسرح. جميل جدا. انا بقى كنت سامعاكي واحنا بنتمرن وانت بتتدربي او بتعملي بروفا، بتدندني كده اسباني، وانا عارفه ان انت بتغني باكتر من لغه، فنسمع الاسباني. اوكي نسمع كيزاس. اوكي اللي هي بيرهابس، بس سوري اللي هي بيرهابس بس اسباني، او بالعكس في او بالعكس بالعربي رامي في نسخه عربيه كانت رامي عبير نعمه، المطربه الجميله جدا عبير نعمه ورامي عياش. طب احنا ينفع نسمع الاثنين منك؟ اوكي يلا بقى يلا. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. قلتي لي بتحبيني وطول مش رح تنسيني، شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس. قلت لك يا حياتي ما بنساك لحظة بحياتي، هواك مالي أوقاتي بالعكس بالعكس بالعكس. حلو قوي قوي قوي، ثانك يو جدا على الميدلي الحلو ده. قلت لنا سبانيش، قلت لنا عربي، وغنيتي اغانيكي،
وغنت لنا اغاني مصري. الحقيقه انت بجد بجد امتعتينا جدا جدا النهارده. حابه تقولي حاجه؟ والله صح؟ كنت حابه اقول حاجه لانه حكينا على المسلسل، كنت حابه اوجه تحيه لكل الناس اللي اشتغلت معاهم في المسلسل، وخاصه للمخرج هيف بن يوسف اللي اداني فرصه في العمل، طبعا التلفزيون الوطني التونسي لانه كان طبعا انتاج التلفزه الوطنيه التونسي. طبعا انا طبعا متعوده دايما لما يكون معايا صوت جميل بختم على الصوت الجميل ده، مش بختم على صوتي انا. فانا بشكرك جدا جدا ماني رياحي على وجودك معايا، الفنانه التونسيه المميزه، كانت منورانا استوديو انتي ومنوره مصر، والحمد لله ان حظنا حلو ان احنا لحقنا تكوني معانا وتكوني ضيفتنا. هنختم ببنت الشلبيه. اوكي يلا بينا البنت لا ده الشلبيه. اقتراح. انا بحب فيروز جدا، طبعا فإن شاء الله يا رب بنحبها. يحمي بلدنا العربية آمين كلهم، آمين وإن شاء الله يا رب يحمي لبنان يا رب وفلسطين، وربي إن شاء يا الله رب. يحقق العدل والحق آمين يا ربي. آمين يا رب. فنقول بنت شلبية. يعني وعاوزة كمان أشكر حد تاني سريعا 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 اللي هو حليمة تريكي، مصممة الأزياء اللي عملت ثانك يو الزي حليمة. الجميل ده. هو حلو قوي شيك قوي. شكرا اتفضلي بنت الشلبية، بنت واحنا كده الشلبية. خلاص خلصنا، نتقابل في حلقات جاية كتير من انتي البنت الشلبية. يلا بينا. بنت الشلبية عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عيناي، بحبك من قلبي يا قلبي وانتي عيناي، تحت الرماني حبي حكاني، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، بتضل وتروح والقلب مجروح، وايام عالبال بتعن وبتروح، ايام عالبال بتعن وبتروح، تحت القناطر محبوبي ناطر، كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا، كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا، بتطل وتروح والقلب مجروح، وايام عالبال بتعن وبتروح، ايام عالبال بتعن وبتروح.